حقق فريق برشلونة مساء اليوم الاثنين فوزا قاتلا ومهما للغاية على فريق بلد الوليد في بطولة الدوري الاسباني، وتلقى الفريقان في الجولة 29 في ملعب كامب نو. في بداية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. مرحبا بكم من جديد على قناة اخبار توب، حيث فاز برشلونة بهدف دون رد. التعادل السلبي ظل مسيطرا على المباراة حتى تمكن الفرنسي عثمان ديمبلي من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 91. الهدف جاء عن طريق تمريرة عرضية من رونالد أراخو، حيث استقبل ديمبلي الكرة وسدد برجله اليسرى بطريقة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك. وكان بلد الوليد قد اضطر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 79، حيث طرد أوسكار بلانو بعد تدخل قوي على ديمبلي. بتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 65 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند النقطة 27 في المركز السادس عشر. ويذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم السبت القادم، مع العلم أن ريال مدريد يمتلك 63 نقطة في المركز الثالث. وفي النهاية إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير.